دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد. يعني كان من المتوقع قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة، ولكن أيضا خلال الاجتماع الآن ترد أخبار بأن هناك 4 من الأعضاء صوتوا على رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس، يعني إلى 75 نقطة أساس، يعني نص 3/4 نقطة مئوية. ماذا يعني هذا التباين داخل المركزي بنك إنجلترا تحديدا؟ نعم، قرأت هذا الخبر الآن. 4 أعضاء من ضمن المركزي البريطاني يطالبون برفعها بأعلى وإيصالها إلى 0.75%. طبعا المركز البريطاني يسرع عملية رفع أسعار الفائدة، وتوقعات تشير إلى أنه مع وصولنا إلى شهر مايو أن تصل أسعار الفائدة إلى 1% داخل يعني بالمملكة المتحدة. هذا الأمر يعزى أنه فعلا ينظر إلى التضخم على أنه يعني أمر مقلق بالنسبة للاقتصاد البريطاني، يحتاجون إلى عملية احتواء للتعافي الاقتصادي الذي تم تحققه من خلال برامج التيسير النقدي الضخمة التي اتبعها المركز البريطاني، كذلك أمر أسعار الفائدة المنخفضة. بالتالي ذلك يعني يجب أن يكون هناك هذا التسرع أو السرعة في عملية رفع أسعار الفائدة، ونحن لا نتحدث عن مستويات مرتفعة، إنما نتحدث عن إيصالها إلى مستويات 1 إلى 1.25%، سوف تساهم بأنه ينخفض التضخم. ولا ننسى أيضا كان هناك إشارة من قبل المركز البريطاني أنه التضخم قد يصل إلى مستويات 7% خلال العامين القادمين، وهو بعيد جدا عن المستهدفات اللي هي عند 2%. فهذا يعني يوضح ضرورة توجه المركز البريطاني إلى تشديد السياسة النقدية، خصوصا أنه الاقتصاد البريطاني مفتوح حاليا، لا يوجد أي يعني تبعات أو إجراءات احترازية فيما يتعلق بالكوفيد 19. هذا الأمر أعتقد هو الذي يفسر سرعة توجه المركز البريطاني وتكاثر الأعضاء داخله الذين يوجهون إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة. هل قرار أو تصويت الأربعة أعضاء يحضر أو يعد الناس إلى زيادة أخرى جديدة وقريبة؟ يعني هل يمكن أن نرى زيادة في الاجتماع المقبل من قبل بنك إنجلترا؟ يعني نحن ننظر إلى أنه قيام المركز البريطاني بهذا الرفع يعتبر نوعا ما متردد. 4 أعضاء غير كافيين من أصل 9 نحن موجودين عندنا، بالتالي الزيادة هي بالإجماع، ولكن الاختلاف كان بكمية الزيادة. أعتقد مع اجتماعنا القادم ممكن أن يتجه المركز البريطاني إلى زيادة بنصف بالمئة بشكل مباشر، وبالتالي يسرع عملية توجهه لتشديد السياسة النقدية. التخلص من برنامج شراء السندات الضخم الذي كان قد يصل إلى قرابة 875 مليار جنيه استرليني، هذا بحد ذاته مهم جدا، والبدء بعملية تقليص ميزانية المركز البريطاني هذا مهم جدا لإظهار أنه في عندي تعافي اقتصادي تم تحقيقه، لا يجب أن يقتله التضخم المرتفع. بالتالي خطة المركز البريطاني هي إبطاء التضخم خلال العامين القادمين، وصوله إلى مستويات 2% مع نهاية العامين سوف يكون هو النجاح الحقيقي لانقلاب السياسة النقدية إن صح التعبير. يعني التصريحات تقول بأنه سينهي التضييق الكمي في شهر مارس. دعنا نتحدث عن أوروبا. بيانات التضخم تضغط بشكل واضح على كريستين لاغارد الآن لكي تتخذ أي خطوة، ولكن التوقعات كلها تشير إلى أن المركز الأوروبي لن يقوم بتغيير أسعار فائدة، والنظر إلى التضييق الكمي إلى أي مدى سيكون، ما هي توقعاتك رائد؟ يعني حقيقة المركز الأوروبي ننتظر بشكل رئيسي التخلص من البرنامج الطارئ لشراء السندات اللي بنسميه نحن PPEP، في نفس الوقت أن يكون في عندي مضاعفة في برنامج شراء السندات العادي. يعني البرنامج السندات الطارئ تم إطلاقه بشهر مارس 2020، برنامج شراء السندات العادي الذي يتبعه المركز الأوروبي خلال سياسته التحفيزية هو من عام 2015. كده البرنامج الأول أعتقد يعني أثاره على التضخم كانت صعبة جدا وسببت ارتفاعات حادة في التضخم. البرنامج السابق الأساسي مهم إبقاؤه، وحتى مضاعفته يتم الحديث عنه، لأنه هو يساعد نوعا ما في توفير السيولة الموجودة في المطلوبة في الأسواق الأوروبية. بالتالي التوجه نحو رفع في أسعار الفائدة أعتقد سوف يكون قرار مؤجل بعض الشيء، لأنه في أدوات لدى البنك المركزي الأوروبي يتم اتباعها حاليا يمكن أن تساعد في عملية
تشديد السياسة النقدية دون التوجه بشكل مباشر إلى رفع في أسعار الفائدة، لأنه ذلك قد يؤثر على النمو والتعافي في المنطقة الأوروبية. لا ننسى أنه قبل جائحة كورونا كان الاقتصاد الأوروبي يعاني من تضخم متراجع وضعيف، فهناك يعني نوعا ما محاولة لاكتساب هذا التضخم الذي تم تحقيقه، وإن كان بعيد نوعا ما أصبح عن المستهدفات عند 2%، ولكن عملية المماطلة والتأخير في توجه نحو رفع أسعار الفائدة، وإن توجه سوف يكون مع يعني ممكن نتحدث من النصف العام النصف الثاني من العام الحالي، ويكون القرار بشكل بسيط نوعا ما، لا أن يتعدى 0.25%، قد يتم توزيع القرار على رفعتين، لكن الوضع مختلف بالمقارنة مع المركزي البريطاني كليا. نعم. المركزي الأوروبي يحتاج إلى سياسة تحفيزية. شكرا لك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي، كنت معنا من دبي، أهلا بك.